مر 20 من فبراير الذي يعتبر اليوم الوطني للبيئة على مدينة تعز، وأرصفة شوارعها غارقة في أكوام النفايات. بينما تعيش مدينة تعز وضعا بيئيا متدهور، يحتفل صندوق النظافة والتحسين باليوم الوطني للبيئة في صالة طغى على كراسيها عمال النظافة. رمي القمامة لابد أن يكون في توعية من أبناء الحارات، تنزل لجنات لداخل الحارات، تنزل لجنة إلى داخل الأحياء، المدارس، للشوارع توعية، أقل حاجة سيارة، أقل حاجة تمشي بالشارع توعي الناس، تقول لهم أن النظافة من إيماننا كذا، بدل ما نصلح كذا المسرح بالشارع أفضل، بالحواري تمشي. أما هنا أظن كلهم أغلبهم بيخرجوا الشارع بينسوا الكلام هذا، لكن نحن نعاني من الكلام هذا، العامل كم بيكون قهده. المهرجان الكرنفالي الذي أقامه صندوق المخلفات ومركز التوعية البيئية ورغم فقراته المتنوعة، غير أن أصوات فضلت إحياء هذا اليوم بحملة توعية ونظافة على أرض الواقع، وهذا ما لم يكن في حسبان النظافة والتحسين. عملية إعادة تدوير المخلفات، هناك مشاريع توعوية بالنزول إلى ربات البيوت لتعليمهن طريقة فرز النفايات وتدويرها والاستفادة منها، وكذلك تدوير الإطارات لتصبح مكان تزيين للجامعات والمدارس، وتغرز فيها الأشجار والشتلات من أجل إظهار المدينة بمظهر لائق، كما أننا سنستهدف المحلات والأحياء السكنية. تستمر الاحتفالات الترويجية للمكاتب التنفيذية في السلطات المحلية، والحقيقة أن الواقع يظهر غير تلك الصورة التي يراد نقلها في تلك المهرجانات. إحياء لما قتلته الحرب الحوثية في عموم الوطن، يحيي مركز التوعية البيئية اليوم الوطني للبيئة بمهرجان كرنفالي يذكر اليمنيين بيوم اندثر بين ركام الحرب. عبد العزيز الحني من شباب تعز.